لو حد يعني اتجرح او اتعور وهو بملابس الاحرام وبيحرم، هل عليه ذنب او عليه ان هو كفارة للموضوع ده ولا لا؟ ابدا، ده محتاج ان احنا نداويه بسرعه ونجيب له شويه ميكروكروم ولا حاجه عشان نلحق الجرح. مفيش هو مشكلة. بعض الحجاج بيستشكل يقولوا وانا محرم، لو انا حطيت البتادين ده ولا مطهرات. المطهرات دي على الجرح، هل ده يتناقض مع الاحرام؟ لا لا يتناقض مع الاحرام، حتى لو هو المطهر ده ليه رائحه نفاذه برضه ما يتعارضش مع الاحرام مفيش مشكلة. خالص، لان ده مش من الطيب. الطيب ده يعني المادة بتاعته يتطيب بها، المادة بتاعته يتطيب بها، فهل المطهر ده يتطيب به؟ الإجابة لا، لا، بيعالج جروح فما فيش بيعالج مشكلة. الجروح وليس للطيب، لا ابتداء ولا انتهاء. ولو بصيت للريحة الزكية اللي فيه هتلاقيها مستهلكة، يعني ممكن يمكن ما تكملش 1% حتى.